ورجعنا لكم، والفقره دي بقى كده ايه، فقره للتاريخ. مستعد؟ اه، لما بعد كاس العالم ده التحدي بقى اللي هو ايه، التوقعات، وهنعمل كل جوله كده توقعات، وكالعاده يعني انتوا عارفين بكسب فارس في التوقعات. ما حصلش ليه ده في امم افريقيا؟ انا خدت كل فين التوقعات وطلع صح. فين يا راجل، ده انت كنت بتقول، انت عمال تعتمد على ده التاريخ، بوركينا ايه اللي حصل عمال فيها؟ تعتمد على انت التاريخ. ناسي بقى بوركينا بقى، مش اتظلمت؟ انت مش اتظلمت ولا لا؟ انت باد لوزر، اتحسب انت تسلل باد لوزر. اتحسب تسلل من نص انت ملعبهم. طلعت يا جماعه احنا اهو باد بنهزر. لوزر. لا 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 لا، توقعت منتخب مصر يصل للمباراه النهائيه ووصل يعني. فخلينا بقى في كاس العالم ونبدا فقره كده توقعات. هنستعرض المجموعات وكل واحد مننا هيقول المنتخبات اللي هتصعد. طبعا هتتقطع يا اسامه، هتشوف بس ما تجيش تستخبى تاني. دي مجموعات كاس العالم. المجموعه الاولى قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا. المجموعه الثانيه انجلترا، ايران، امريكا، ويلز. المجموعه الثالثه الارجنتين، ونتمنى يا ميسي تعمل اي حاجه، السعوديه، المكسيك، بولندا. انا ارجنتيني الهوا. فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس، اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، اليابان، بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا، البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون، البرتغال، غانا، اوروجواي، كوريا الجنوبيه. جاهز؟ انت اللي جاهز؟ انا جاهز على طول. تمام، هتعشي فريق الاعداد بالكاميرون، انا جاهز والمخرج على طول، واحمد سمير البروديوسر. وتيشرت المنتخب الكسبان هيبقى من الخسران هديه، وده على الهوا. تيشرت المنتخب اللي هياخد اللقب، انا ما عنديش مشكله. الناس معانا توقعات اهي، اللي هناخد حد من الناس اللي كانت متوقعه مين هيكسب، هيكون توقعه صح، تمام، هنختاره. واللي خسران لا مش المسابقه اللي دي، خسران، اسمع بس، قول المصطلح بشكل صحيح، قول وانت هتجيب له تيشيرت منتخب طب مصر. برهان شكلك هتجيب تيشيرتين، واحد ليا واحد للخسران. طب نبدا يا عم. يلا بينا. طبعا منتخب انا قطر اللي هبدا الاول. ابدا يلا. انا اللي معايا المقدمه. ماشي يلا. قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا. مبدئيا كده نسجل اول مفاجاه بالنسبه لكم. انا بتوقع طبعا هولندا، وبتوقع منتخب قطر ان هو يحقق المفاجاه ويصعد من المجموعه دي، لاسباب متعلقه ان فريق قطر او منتخب قطر اتحط له استراتيجيه واضحه، لاعب مع مدارس امريكا اللاتينيه، لاعب مع مدارس اوروبيه، شارك مع كل المدارس. كمان بعتمد انا شويه على عكس فارس على حته ان التاريخ له بعض الحاجات كده بتعيد نفسها مره اخرى. زي ايه؟ زي مثلا ده منتخب يمكن من 88 سنه اول منتخب ما يكونش شارك في التصفيات، شارك قبل كده في كاس العالم وبينظم البطوله، ودايما وابدا مباراه الافتتاح ما بيخسرش فيها الفريق اللي بينظم البطوله، وانا معتمد على دي. اتمنى ان بكره مباراه الافتتاح لو قطر قدرت تحقق نتيجه ايجابيه مع الاكوادور، انا بتوقع ان قطر هتعبر من السنغال وتصعد مع هولندا. يا جماعه الراجل ده جاي يخسر، الراجل ده جاي يخسر، الراجل زودوا التيشيرتات، الراجل ده جاي يخسر، واضحه كده طبعا. يعني انا بالنسبه لي هولندا، خد بالك بس لو قطر بس صعدت، لا ما فيش الكلام ده، احنا هنعمل نسبه لاجمالي بس التوقع. شوف انا بعمل ريسك بس ده، لا ده ريسك، ده اوت اوف ذا بوكس يعني. لو الامانه قطر عدت معاك، انا حتى لو انت خسرت هقول بس الامانه الراجل ده جاء في توقع كان بالنسبه لي مش قريب خالص. الاخطبوط ولا تمساح ولا الكلام ده، حاجه صعبه جدا يعني. طبعا انا بالنسبه لي هولندا يا جماعه عامله 15 مباراه بلا هزيمه، وهولندا اخر 10 مناسبات طبعا بتعدي دور المجموعات، ما شاركتش في روسيا، ولكن هي مرشح اكيد لتصدر المجموعه. طبعا هنبقى بنقول مين اول وتاني، انت كمان عايز قطر اول؟ لا انا قلت هولندا. انا قلت هولندا. يعني ماشي، مش للدرجه دي يعني. هولندا طبعا هتكون اول مجموعه في رايي، والاكوادور والسنغال دي معركه يعني. مش بستبعد قطر، اكيد قطر طبعا تواجدها في البطوله شيء في حد ذاته مشرف، ولكن انا بشوف ان هي مستبعده خالص من المركز الثاني. اكوادور عندها فريق قوي جدا، والسنغال في غياب ساديو ماني، ولكن تظل حظوظها الدفاعيه في بطوله الكاميرون استقبلت هدفين بس. فانا بقول السنغال تاني، وان كان النسبه عن الاكوادور قليله جدا، ولكن السنغال تاني. هولندا اول والسنغال تاني، وانا اللي جاي اخسر. تمام، المجموعه الثانيه انجلترا، ايران، امريكا، ويلز. باختصار شديد كده، برغم يعني حاله عدم التعاطف مع المنتخب الانجليزي، والمنتخب الانجليزي برغم ان هو حقق كاس العالم 66 يعني بهدف حتى هذه اللحظه مشكوك في صحته، ويمكن ما عندوش انجازات كبيره برغم ان دايما بيكون عنده دوري قوي، برغم ان بيكون عنده منتخب قوي، لكن الفتره الاخيره قدر منتخب انجلترا ان هو يبدا يتحسس الطريق للمباريات النهائيه وللدور نصف النهائي. فعشان كده بقول انجلترا هيكون متصدر المجموعه، وويلز المنتخب الثاني في المجموعه. ومعاك
الحديده. معايا المايك بس انت حيرتني، لان انا بالنسبه لي طبعا انجلترا هتتصدر المجموعه. انجلترا من افضل الفرق في تصفيات اوروبا على مستوى فارق الاهداف، مسجله 39 هدف واستقبلت 3، ومنتخب حتى هاري كين كان البطوله اللي فاتت ده مسجل 6 اهداف. مش استبعد توني قام جايب له 2 في السيتي في نفس اليوم. توني عامل مع برينتفورد دوري كبير جدا، ولكن انجلترا في رايي حاسمه صداره المجموعه دي. هنيجي لايران وامريكا وويلز. طبعا ايران بالنسبه لي مستبعده، وان كان هيكتور كوبر اكيد قصدي كيروش انت دخلت المدربين المصريين، بدات توتر. انت بعد قطر انا مطمن في اللي جاي. انا معايا كده حاجه في السله. فانجلترا طبعا بالنسبه لي ايران مع كيروش حظوظهم في الدفاع، ولكن ويلز وامريكا قريبين جدا، ولكن هروح لامريكا. حلو، هروح لامريكا. حلو الكلام ده. امريكا عندها مدرب اول مره في تاريخها يكون مدرب، كان لاعب في نسختين قبل كده في كاس العالم، ولكن هي قريبه، ولكن انا هروح لامريكا. خلاص انت كده يعني زي الفل كده، اول مجموعتين يعني ان شاء الله فارس هيجيب التيشيرت. انجلترا خليني اقول لك بس ايران ممكن مع وامريكا كارلوس كيروش بتعمل اضواء يعني اهو، مباراه بيحط قويه فريق جدا تالت ويرجع جدا، يزعل مننا. لكن يعني بتقدر ما بتقدرش تصعد للمباراه اللي بعد كده. يعني ايران تقريبا كل 20 سنه بتكسب مباراه في كاس العالم. يعني الارجنتين، السعوديه، المكسيك، بولندا. طبعا احنا بنتمنى يعني لمنتخب السعوديه ان هو يقدم نسخه جيده، خاصه ان المنتخب منتخب قوي ومعاه مدير فني قدير هيرفي رينارد، ولكن الارجنتين طبعا بقياده ميسي والمكسيك. الارجنتين مرشح لللقب، الارجنتين مرشح لللقب وفريق قوي جدا. طبعا هي حاسمه بالنسبه لنا صداره المجموعه برضو، صح؟ بس انا قلقان من الارجنتين فكره مرشح للقب. يعني انا هنيجي بعد كده للي هيصعدوا بعد ما تخسر في المجموعات، هتخسر تاني في انا اتمنى يعني هم عاملين اعلان ظريف جدا عن قصه كاس العالم، وقال لك من 86 الجو كان بيمطر وقت كاس العالم، وكان عندنا احسن لعيب في العالم مارادونا. طب ما صحيح، احنا دلوقتي عندنا ميسي، كان مقدمين الفقره بشكل حلو يعني. احنا كده بس كده كل ده على هيبقى ارض عندنا في الواقع الادوار صعب. الاقصائيه توقعات، بعد ما فانت انت تجيب في كل مرحله انت هتجيب تيشيرت. ماشي، فهنيجي بقى الارجنتين. اسامه راح للمكسيك. المكسيك عندها حاجه غريبه، المكسيك من الفرق اللي دايما تتجاوز دور المجموعات، يعني هي شاطره جدا في تجاوز دور المجموعات، بس اختار وتيجي السعوديه بقى. لا وتيجي في النوك اوت وتودع من دور ال 16 على طول. نعم فالمكسيك حضورها. هرنانديز. بولندا عندها ليفاندوفسكي، وايضا هي فريق في المجمل متكامل على مستوى التصنيف بتاعه، يعني اكيد مش على مستوى اللقب، ولكن انا برضو هروح للمكسيك بافضليه بسيطه جدا عن بولندا، ومش هتفاجئ لو بولندا صعدت على حساب المكسيك، ولكن نفس اختيار اسامه هنا، الارجنتين ثم المكسيك. بدانا التقليد وبدات تتهز ثقتك لا بنفسك. لا لا لا، طيب انا معاك في خلاص. فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس. طبعا يعني نتمنى يعني لنجمنا علي معلول تقديم نسخه يعني جيده على مستوى منتخب تونس وفي كأس العالم. يمكن علي معلول هيدخل للنادي الأهلي ما لا يقل بحد أدنى 180,000 دولار. تعرفين القصة دلوقتي بقى 10,000 دولار للاعب آخر موسمين. يعني علي معلول آخر موسمين كان مع النادي الأهلي، فكل يوم ب10,000 دولار. يمكن كمان المفاجأة أن بدر بانون المشارك في قائمة منتخب المغرب هيدخل للنادي الأهلي أيضا مبلغ كبير. هتقول لي إزاي وهو دلوقتي احترف؟ لأن علي بدر بانون لاعب من السنتين الأخر سنة ونص مع النادي الأهلي، فهتكون نسبتهم حوالي 130,000 دولار ولا حاجة. طبعا نتمنى ان هم يكملوا اكتر يعني يفيد النادي الأهلي وطبعا للمنتخبات العربية، لكن اكيد يعني هروح لفرنسا. يعني دي مرشح برغم الحظ السيء في اصابات نجوم في منتخب فرنسا بشكل قوي جدا، ولكن يبقى فرنسا في الفترة الأخيرة مرشح بقوة للدخول للمربع الذهبي على الأقل يعني، فيكون فرنسا متصدر المجموعة والدنمارك هيكون المنتخب الثاني. اعتقد دي مجموعه يعني، طبعا يا جماعه هنا ليس تمنيات، احنا اكيد بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه طبعا، ولكن دي توقعات قائمه على اراء فنيه اكتر يعني. انا برضو يعني شايف ان فرنسا والدنمارك في المجموعه دي امرهم محسوم بنسبه كبيره، يعني مجموعه سهله شويه في التوقعات. طيب المجموعه اللي بعدها المانيا، اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، اليابان. هو بدا يقلدني عادي جدا. ابدا انا بالمجموعه؟ لا 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 لا. طيب المانيا واسبانيا طبعا. ترتيب المانيا عشان ليه نسبه طبعا. تمام،
لو اختلفنا في مجموعه في الترتيب اللي يحسمها اللي متوقع صح، عشان الباقي ما فيهوش ماشي التضابط. انا خليني اقول لك ان المانيا يعني غريبه، يعني انا المانيا ما تقدرش تحسم لها موقف، يعني المره اللي فاتت خرجت من دور المجموعات وهي اصلا اكتر فريق وصل للدور نصف النهائي، اكتر فريق لعب نهائيات 8 مرات، لعب بالمباراه النهائيه خسر 4 وفاز في 4، فالمانيا ملهاش مالكه، يعني انا مش هقدر اقول لك هي ممكن تعمل ايه في المجموعه دي. واسبانيا ايضا يعني بتعتمد على يعني مجموعه بدري من وجافي الشباب وكده، فهاخد ريسك. خلينا اقول المانيا الاول واسبانيا الثاني، واعتمد على ان المانيا هترجع بنسخه المانيا اللي هي بتاع الفريق او المنتخب اللي بيكمل. شوف انا بشجع المانيا في البطوله وبتعاطف مع البرازيل، ولكن بالنسبه لي اسبانيا المانيا، فلو احنا تطابقنا في المجموعه دي في الاختيارات انا اللي هكسب. طيب يبقى انت قلت المانيا اسبانيا وانا قلت اسبانيا المانيا، صح كده؟ لا العكس، انا اللي هي اسبانيا المانيا، واديك بتغير اهو، يعني مش مستغل افضليه انك بتبدا كمان اسبانيا المانيا اسبانيا ثم المانيا. طيب بلجيكا كندا المغرب كرواتيا، ما محسومه باختصار شديد جدا. كرواتيا اول مجموعه، بلجيكا تاني مجموعه. كرواتيا اول مجموعه ونتيجه منتخب مصر والتعاطف مع في قطر انت عندك شويه امور عاطفيه. بس انا لا بقول بلجيكا كرواتيا، فلو تطابقنا برضو في الاختيارات هيحسم الاختيار ما بيننا ترتيب المجموعه. ماشي خليك انت عمال تصعبها على الناس كده. البرازيل صربيا سويسرا الكاميرون، المجموعه دي صعبه في التاني مش في الاول طبعا. يعني في يعني منافسه بالتاكيد بين صربيا وسويسرا، خلينا نقول البرازيل صربيا. البرازيل صربيا، وانا برضو بتفق معاك هنا، لو تعادلنا ما حدش هياخد نقط، لان صربيا متروفيتش اكيد عامل مع فولام مستوى كويس، والفريق عنده ادوات كتيره جدا، لعيبه كتير في اليوفي ولاعيبه في الدوري الايطالي، وانا شايف ان لا صربيا مرشح ان هي كمان تكون حصان اسود للبطوله. البرتغال غانا واوروجواي وكوريا الجنوبيه، ومدى تاثير تصريحات كريستيانو رونالدو على حاله المنتخب، وشفنا بعض الفيديوهات طبعا لابناء مانشستر يونايتد، الفريق اللي بيعاني بقاله سنوات وسنوات وسنوات، ولكن يبقى دائما وابدا الفريق الاكثر حصولا على عقود رعايه. شكرا. وده طبعا يعني بياكد لك ان القصه مش بطولات. في حاجه فارس؟ لا لا كلام نهيت يعني بطريقه، انا بالنسبه لي خلاص مرضي. خلاص كده مرضي. البرتغال و ده عطل اهو. لا اصل يعني مجموعه يعني كوريا داخله منافس بقوه وسون جاهز. خلينا اقول سون عنده مشكله العمليه الجراحيه اللي في العين، قالوا يعني قالوا جاهز في احتماليه يعني، بس قالوا خلاص جاهز. هو موجود في البطوله بس يعني انا بساعدك اهو. لا ما تساعدنيش. خلاص يبقى خد كوريا، طالما ما تساعدنيش دي ردها كوريا على طول، ما تفكرش، اصل اللي بيقول ما تساعدنيش يبقى ياخد كوريا على طول. انا والله شاك ان البرتغال اصلا تصعد. البرتغال ما تغششني يا رضا. الحقني يا رضا. البرتغال واورجواي وربنا الله الموفق. اول وتاني البرتغال اول، اورجواي تاني. ما تضغطش عليا، ده البرتغال بيعمل ثلاث تعادلات وبعد كده بيوصل. ايه ماشي كده متفقين في المجموعه دي، مع انك رحت الكوريا انا انقذتك في الكلام عن سون. لا لا انا قلت في تنافس. خلاص يبقى احنا كده مختلفين على هولندا قطر، انت اخترت هولندا السنغال، انجلترا ويلز معايا، الارجنتين المكسيك معايا، فرنسا الدنمارك معايا، المانيا اسبانيا، انت اسبانيا المانيا مختلفين في الترتيب بالظبط، وبلجيكا برضو كرواتيا مختلفين في الترتيب. تمام البرازيل صربيا متفقين، باقي المجموعات متفقين.